يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه بتبدا معاكم. تحياتي بدايه لجمهور النادي الاهلي في بدايه الحلقه. وزي ما تعودنا يعني النهارده بصراحه بالنسبه لي صفحه السوبر قصه وانتهت. وزي ما مع الاهلي واحنا فرحانين بنحتفل 24 ساعه وما بنلحقش نقفل الصفحه ونبص على البطوله اللي بعدها، هي بقى نفس السيناريو كمان مع بطوله السوبر. لكن انا يمكن اتكلمت امبارح مع كابتن فتحي نصير، كان ضيفي هنا في السادسه، وكان مش همي فكره الكلام على السوبر بقد ما همي انه الموسم او الفتره اللي جايه من الموسم عند الاهلي كم كبير جدا من الارتباطات واغلبها دولي. تلعب في ثلاث بطولات، دوري ابطال، وهتلعب في بطوله السوبر ليج او الافرو ليج، وهتلعب في كاس عالم الانديه. فتره الثلاث شهور اللي جايين دول فتره فيها ضغط شديد جدا، فيها منافسة هي الأقوى وهي الأعنف على مستوى الموسم. يعني باستثناء المراحل الأخيرة إن شاء الله، إذا قدر للأهلي إنه يوصل لنهائي دوري الأبطال، فأنت الملحمة كلها في الثلاث شهور اللي جاية. أصعب المنافسين وأقوى المنافسين، أصعب المباريات، أكتر عدد من المباريات الخارجية هتلعبها في الثلاث شهور اللي جايين دول. كان هدفي إنه الحالة اللي ظهرنا عليها ما تتكررش تاني. أنا بيتهيألي إنه وأعتقد يعني إنه الغالبية العظمى من حضراتكم هتتفقوا معايا إنه أهم بطولات هياخدها النادي الأهلي السنة دي على مستوى المنافسة وعلى مستوى الصعوبة هتكون بطولة كأس العالم للأندية اللي طموحاتنا فيها كجماهير بالتأكيد كبيرة جدا. عندنا أمل كبير جدا في النسخة دي إن إحنا نروح لأبعد ما يكون. وعندنا بطولة السوبر ليج اللي فيها الثمانية الكبار في أفريقيا وكلهم عندهم الطموح المشروع إن هم ينافسوا على لقب البطولة، وكلهم طمعانين إن هم يتواجهوا بأول لقب في تاريخ الأفرو ليج. وبالتالي تتكلم على فترة صعبة جدا محتاجين نركز فيها كجمهور مع فرقتنا. ما عنديش شك إنه اللي حصل سواء كان تقصير، سواء كان استهتار، سواء كان بعد عن المستوى، سواء كان بداية فترة موسم افتقاد للياقه البدنيه او اللياقه الفنيه، انا بيتهيألي انه ده شغل مارسيل كولر مش شغلنا كجمهور. شغل الاداره انها تعرف وتتكلم مع المسؤولين انه ده ازاي ما يتكررش تاني. لكن احنا كجمهور، انا بس يعني مش عايز ادخل في في في, في مطحنه السوشيال ميديا والكلام اللي حصل عليها، لانه انا فاهم الا من رحم ربي. يعني في ناس بالتاكيد طبعا بتتكلم وبتشتغل على السوشيال ميديا حبا في الاهلي واخلاصا للنادي الاهلي، لكن ما عدا ذلك تبقى من السذاجه لو اعتقدت ان كل من يتكلم او كل من يتحدث عن الاهلي او كل من يتكلم او يتحدث باسم النادي الاهلي هو عاشق ومحب للنادي الاهلي. المصلحه، ابحث عن المصلحه. وفي النهايه ما يهمنيش انا السوشيال ميديا، بالنسبه لي بقيس منها اكتر ما بعرف منها اخبار، بقيس منها ردود افعال جمهور النادي الاهلي. وجمهور النادي الاهلي الحقيقي اللي انا براهن عليه واللي انا بقول حقيقي حقيقي يقينا واقتناعا مني بالدور العظيم اللي قام بيه جماهير النادي الاهلي عشان توصل او يوصل الاهلي للمرحله اللي هو فيها النهارده دي، هو بالتاكيد اللاعب رقم واحد والرهان عليه في اللي جاي. احنا على بعد 48 ساعه من بدايه مشوار بطوله جديد حفاظا على لقب النادي الاهلي في بطوله الدوري، يهمنا ان احنا نركز عليه بشكل كبير جدا ويهمنا نستعد ليه بشكل كبير جدا، وخصوصا انه ماتشات الدوري وماتشات الدور التمهيدي، وان كنت طبعا اسستي طبعا ابطال افريقيا، النهارده شفنا بيراميدز بيتعادل، فيوتشر بيخسر، ففي في الامور امور، وما بقاش في افريقيا مباراه سهله ومباراه صعبه. احنا اعتقد فيوتشر كان بيلعب البطل اعتقد غينيا او حاجه كده، وبيراميدز بيلعب بطل رواندا، الجيش الرواندي اعتقد، يعني ما هياش فرق مصنفه قوي، ورغم كده في تعصب. فمهم جدا جدا نركز في اللي جاي الفتره مش ما يكملوش شهر، حتى ما بيكملوش شهر. مباراة الأهلي في الدوري، مباراة الأهلي في عندنا مباراة مهمة جدا 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 قبل نهائي كاس مع إمبي يوم 4 أكتوبر، عندنا ماتشين ذهاب وعودة في دور 32 في دوري أبطال أفريقيا، فما فيش كلام وما فيش وقت. هنلعب سان جورج طبعا إثيوبي، ما فيش وقت إن احنا نقلب في اللي فات. الفترة اللي جاية دي هي فترة الإعداد الحقيقي، على الرغم إنها مهمة، يعني ماتش المصري مباراة صعبة ومهمة وافتتاحية مشوار الفريق في الدوري، سان جورج بطولة أفريقيا، ماتش الكاس قبل نهائي يوصلك نهائي، فكلها ماتشات مهمة وكلها ماتشات صعبة. أضيف على ده، ودي وجهة نظري المتواضعة جدا، إنها هي الإعداد الحقيقي دي
مباريات الاعداد الحقيقي انك توصل فورمه قبل ما تروح لماتش سيمبا فين؟ في الافروليج. فاتمنى وواثق انه الغالبيه العظمى من جماهير النادي الاهلي متفهمه الكلام ده كويس جدا من قبل ما انا اقوله. ان شاء الله باذن الله ركز مع الفريق، والنهارده كلامنا على المشوار اللي جاي ان شاء الله في السادسه. قبل ما نروح لاخبارنا، والنهارده طبعا راحه قرار مستر كولر انه يريح النهارده الفريق، كان في تمرينه خفيفه في السعوديه امبارح والنهارده راحه، وبكره يرجع مره ثانيه الفريق للاستعداد لمباراه يوم الثلاث ان شاء الله. هنتكلم على مباراه المصري النهارده وهنتكلم على اخبار النادي الاهلي، بس قبل ما نبدا وندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. صحيح ومفيش شك ومفيش نقاش انه اللاعبين المحترفين بالتاكيد دايما يصنعوا الفارق، عنصر مهم جدا من نجاح اي منظومه كرويه، زي بالظبط ما المدير الفني المحترف والحكم المحترف والاداره المحترفه ليها دور كبير جدا في تطوير المنظومه. وشفنا دلائل كتيره على كده، ومش هذكر امثله، كل واحد يفكر في المثل القريب منه او الواضح جدا ليه. لكن في النهايه وبالمناسبه انا عندي رسالتين مهمين جدا لاتحاد الكره في مصر، اتحاد كره القدم. نمره واحد، طبعا كلنا مدركين ومتفهمين صعوبه الموسم الحالي على الجميع، وبالذات اللاعبين، وخصوصا في اللاعبين اللي هيشاركوا على المستوى القاري او المستوى العالمي زي لعيبه النادي الاهلي، مع وجود ارتباطات مهمه جدا لمنتخب مصر اهمها على الاطلاق بطولة أمم إفريقيا، ويجي وراها من حيث الترتيب مش في الأهمية، لكن بما أنه الجرعة على الأقل يمكن في خلال سنة دي 2024 وجزء تاني هيكون في نهاية موسم 2025 أو 2023 و2024 آسف، وهي تصفيات كأس العالم. يعني منتخب مصر عنده ماتشين في 2023 هيتلعبوا في نوفمبر، تصفيات كأس عالم، ودي طبعا مباراتين مهمين جدا جدا جدا، مباريات افتتاحية جيبوتي وبعدها سيراليون. جيبوتي هتكون هنا في القاهرة وبعدين هنسافر لسيراليون يوم 13 نوفمبر ويوم 20 نوفمبر، وبعد كده عندنا بطولة أمم إفريقيا في شهر يناير في كوت ديفوار. ده ارتباطات منتخب مصر. ناهيك عن ارتباطات الأندية المصرية، موسم اوريدي بادئ متأخر، احنا بادئين متأخر جدا، يعني ما تشوف الدوريات اللي حواليك في المنطقة العربية أو في أوروبا هتلاقي إنه الناس النهاردة بتلعب في خامس أسبوع أو سادس أسبوع، فقطعوا شوط كبير جدا في الدوري، انت لسه الدوري عندك هيبتدي يبدا. فبالتالي انت الموسم عندك بادي متاخر اوريدي، فالموسم طويل وممتد. وبتلعب بطولات بتكملها يعني من الموسم اللي فات. يعني في بطوله معاك اللي هي بطوله كاس مصر لسه كمان هنكملها السنه دي. وضيف على كده استحداث بطولتين. بطوله اسمها بطوله الافرو ليج، طلب الاتحاد الافريقي من الاتحادات الاهليه ان هم الانديه المشاركه في البطوله دي ما يلعبوش او ما يبقاش عندهم ارتباطات محليه في التوقيت ده واحد من الشروط الاساسيه للمشاركه في البطوله. وعندك بطوله السوبر المصري بشكلها الجديد المفترض هيشارك فيها اربع انديه، اللي احنا لغايه النهارده مش عارفين مين اللي هيشارك فيها. يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، بس مش ده موضوعنا دلوقتي، خلينا نتكلم فيه بعدين. فبالتالي انت عندك موسم استثنائي، موسم صعب جدا. حصل قبل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في ماتش السوبر كان في ارتباطات لمنتخب مصر، وقيل وقال والكلام كان رايح جاي زي ما حضراتكم شفتوا. من دلوقتي بنقول في توقف عشان أجندة دولية. منتخب مصر مفترض أنه عنده مباراتين وديتين أو وديتين في شهر أكتوبر، مباراة مفترض أنها هتتلعب يوم 12 أكتوبر مع زامبيا ودي ما فيهاش مشكلة، ومباراة تانية مخطط ليها. الامر حسب معلوماتي حتى اللحظه دي غير مؤكد، في احتمال انه يكون في اصرار من روي فيتوريا على انه يلعب مباراه ثانيه، ومفترض ان المباراه دي تكون مع الجزائر وتحدد لها تواريخ 15 و16 و17، ويقال ان المباراه دي هتتلعب في دوله الكويت. الكلام ده طبعا مش مؤكد بنسبه 100%، بس انا بقول عشان لو في او طرح هذا الكلام او انه دخل في اطار او حيز التنفيذ، يجب ان يتم وضع بدايه مشوار النادي الاهلي في الاعتبار. يهمنا مصلحه منتخب مصر بالتاكيد، ده شيء ما فيش شك عليه. والاهلي هيبدا مشواره فين؟ في تنزانيا. هيبدا مشواره في دوري الافريقي او في الافرو ليج يوم 20 اكتوبر في تنزانيا. فاذا فرض ان منتخب مصر هيلعب مباراه مع الجزائر فعلا في دوله الكويت،
يبقى نتمنى ان الاتحاد المصري ينسق مع الجهاز الفني انها تتلعب يوم 15، بلاش نروح ل 17 لانه 17 هيبقى من الصعوبه بشيء انه لعيبه الاهلي تتحرك من الكويت عشان تروح تنزانيا وتلعب يوم 20. احنا بس قلنا الشيء بالشيء يذكر عشان نبقى بنتكلم من بدري، فتبقى الامور محطوطه في الحسابات وفي الاعتبار. ده على سبيل الرجاء، يعني انا برجو الاتحاد المصري ان يحط ده النقطه دي لانها في منتهى الاهميه في الاعتبار، ومفيش ما يستدعي ابدا انها تتلعب يوم 17، هيبقى شيء يعني خارج حدود العقل والمنطق. انت هتلعب يوم 12 مع زامبيا، ممكن جدا تلعب يوم 15 مع الجزائر، مش هيبقى فيها مشكله، فيبقى لا ضرر ولا ضرار، ونحافظ على مصلحه منتخب مصر اللي بالتاكيد ليه الاولويه قبل اي شيء، ونحافظ على مصلحه النادي الاهلي اللي مشرف مصر في كل حته الحقيقه، يعني الوحيد اللي رافع رايه الكره المصريه في كل مكان هو النادي الاهلي، فمن مصلحتنا ان احنا نحاول ندعمه باي شكل من الاشكال. النقطه الثانيه ودي تخص الشأن العام، يعني مسؤوليه مصر ودور مصر وتاثير مصر على مستوى القاره الافريقيه، لانه يبدو ان الدور المصري للاسف في تراجع. وانا مش بقول كده عشان ناخد حق مش من حقوقنا، او عشان ان احنا نمارس سلطتنا يكون لينا افضليه على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات، انا بقول ده عشان يكون اتحاد الكره المصري في تواصل طبيعي جدا ومشروع جدا مع الاتحاد الافريقي، للاسف الشديد جدا بيفتقد بشكل واضح لادنى معايير التخطيط والتنسيق. الكلام ده بقوله لحضراتكم ليه؟ بقول لحضراتكم لانه نفس الازمه اللي انا اتكلمت عليها او اللي اتكلمنا عليها في ماتش السوبر وارتباطات منتخب مصر في الاجنده الدوليه، ونفس السيناريو اللي بنتكلم عليه في الاجنده الدوليه والاتحاد الافريقي حدد بدايه الافرو ليج يوم 20 وهو عارف كويس جدا في توقف دولي او في اجنده دوليه في التوقيت ده، انا بقول لحضرتك انه لو قدر للاهلي المصري انه يكمل مشواره في الافرو ليج لغايه نهايته، ده معناه ان هو هيلعب يوم 11 نوفمبر المباراه النهائيه. طب ايه المشكله في كده؟ المشكله انه منتخب مصر وبدايه مشواره في تصفيات كاس العالم هتبدا يوم 13 امام جيبوتي، وبالتالي اعتقد انه في مشكله كبيره جدا في فكره التنسيق في المواعيد. الاهلي هو المتضرر الاول ان لم يكن الاوحد والاخير من قصه التضارب دي. احنا بنتكلم على تصفيات افريقيه، تصفيات بتؤهل منتخبات افريقيه لبطوله كاس العالم، وبنتكلم على بطولة أفريقية اللي هي بطولة أفرو ليج، وبنتكلم على أجندة دولية بيلعب فيها منتخبات أفريقية، وبالتالي أعتقد أنه من الطبيعي جدا اتحاد الكرة المصري يتواصل عشان ينسق مع الاتحاد الأفريقي. أنتوا على أي أساس بتحطوا المواعيد دي؟ المواعيد دي واضح أنه فيها تضارب كبير جدا جدا بين ارتباطات أندية وبين ارتباطات منتخبات، وكأنه في اتحادين للكرة في أفريقيا، في اتحاد معني بالأندية واتحاد معني بالمنتخبات، وكل واحد بيشتغل بطريقة الجزر المنعزلة. فاعتقد انه دور اصيل وواضح، لانه مهما كانت قيمه النادي الاهلي ومهما كانت مهما كان حجم النادي الاهلي، والكل في افريقيا يعرف تماما قدر وحجم النادي الاهلي، مش ممكن الاهلي هو اللي يتواصل في حاجات زي كده، وخصوصا انه المنتخب موجود على الخط، وبالتالي هنا دور واضح وصريح مفترض اتحاد الكره في مصر هو اللي يقوم بيه. اتمنى انه ده يتحط في الاعتبار وفي الحسبان فيما هو قادم من ارتباطات ومن مواعيد. طيب عايز طبعا هنقف النهارده بس مع طبعا ضيفي هيشرفني النهارده كابتن اشرف ممدوح نجم النادي الاهلي، هيكون ضيف عليا في السادسه، هتكلم معاه على الحوار اللي اجراه مارسيل كولر مع موقع ترانسفير ماركت، قال تصريحات كتيره جدا حابب نقف معاها. خليني بس الحقيقه اقف مع المؤتمر الصحفي النهارده لفيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام في اتحاد المصري لكره القدم. الراجل وانا هعرض لكم طبعا برضو مع كابتن اشرف، لانه التحكيم السنه اللي جايه او الموسم ده نقطه فارقه، يعني تحكيم واحده من الملفات اللي يجب انه يتبص له مش بس بعين الاعتبار لكن باهميه كبيره جدا. ليه؟ مش بس ارتباطا بفكره العداله وتطبيق فكره تكافؤ الفرص والتقليل من الاخطاء الحكام اللي ممكن تكون مؤثره على مستوى المنافسه سواء في التتويج بالبطوله او في الهبوط من الدوري الممتاز، لكنه كمان الموضوع بقى يعني اصبح تكراره او تكرار مشكلاته بيمس سمعه ومكانه وهيبه التحكيم في مصر، حكام مصر. وده أمر لا يليق
يعني انا يعني اعتقد انه امر لا يليق، واكثر الناس المتضرره منه هي الحكام نفسها. النهارده الراجل اتكلم في كذا نقطه ممكن تكون مهمه لكنها مش النقاط اللي تصنع الفارق. يعني هو اتكلم انه هيبقى في فصل في فكره اداره منظومه التحكيم وبين لجنه الحكام. اتكلم على فكره انه هيكون في زي منصه الكترونيه، المنصة دي هي اللي هتبقى مسؤولة عن التعيينات، وده شيء كويس جدا بالمناسبة. يعني المنصة دي هو يمكن في تعارض شوية مع تصريحين قالهم هنحاول نفهمهم، لكن هو قال إن في منصة إلكترونية هي اللي هتبقى مسؤولة عن منظومة تعيين الحكام، محدش هيتدخل فيها، مفيش حد يختار حكم لمباراة، كله هيتم بشكل ديجيتال، شكل رقمي يعني. ونفس المنظومة أو نفس الديجيتال بلاتفورم دي هي اللي هتكون مسؤولة كمان عن تقييم الحكام. يعني هنقول النهارده الاسبوع ده الحكم الفلاني ادار المباراه الفلانيه، السيستم ده او النظام ده هو اللي هيبقى مسؤول عن تقييم اداء الحكام وهيديهم زي درجات. ويجي في اخر الموسم يقول الحكام اللي اجادوا كذا والحكام الادنى مستوى او الاقل من حيث التصنيف والاداء هم كذا، فالمجموعه دي هتنزل لدوري او للدوريات الدرجه الادنى ويتم تصعيد الحكام اللي في الدرجه الادنى اللي خدوا اعلى تصنيف. زي هو قال كده نصا، يعني قال زي بالظبط الانديه، انت بتلعب الدوري بيجي النادي في الاخر الافضل هو اللي بيفوز بلقب البطوله، والانديه الاقل من حيث مجموع النقاط بينزلوا لدوري الدرجه الثانيه وبيطلع بدلهم المتفوقين او الثلاث انديه اللي فازوا بمراكز متقدمه في الدوريات الدرجه الادنى يتاهلوا للدوري الممتاز. هو هيطبق نفس النظريه دي مع الحكام، وقال انه الاخطاء الفادحه، وهي دي يمكن الجزئيه اللي فيها تعارض او محتاجه من بيريرا ان هو يوضح لنا بشكل يعني ابسط من كده شويه. هو قال لك انه الحكام اللي على مدار الموسم احنا اتفقنا انه هو قال انه في منظومه هتوزع اداره المباريات بشكل رقمي بدون اي تدخل لاي عنصر بشري، وده شيء انا اشدت بيه وقلت حاجه كويسه جدا. لكن قال لك بعد كده قال لك الحكام اللي هيكون ليهم اخطاء في اداره المباريات هيتم تقليل عدد المباريات اللي بيديروها، والحكام اللي هيجيدوا في اداره المباريات هياخدوا مباريات اكتر. طب ازاي ده هيحصل؟ هل ده عن طريق السيستم برضو وعن طريق نظام التقييم، ولا هنا هيتدخل او هتتدخل لجنه الحكام، ولا هيكون دور بيريرا نفسه؟ لكن في النهاية أنا هعرض لحضراتكم لأنه قال أكتر من نقطة مهمة، وأتمنى التوفيق. يعني أتمنى الحقيقة أنه التحكيم في مصر يبقى ملف واتقفل. عندنا خبرات كبيرة جدا، عندنا خبرات في مجال التحكيم كبيرة، وعندنا أسماء كبيرة محدش يقدر يقلل أبدا منها ومن وجودها، واستعنا بتجربة الخبراء الأجانب كلاتنبرج، تجربة كانت مبشرة لكن إحنا ما حافظناش عليها، أو إحنا ما اديناش الراجل حقه، أو إحنا ما ساعدناش الراجل عن هو يقوم بالدور اللي احنا جايبينه عشان يقوم بيه. وعندنا تجربه بيريرا اللي نتمنى يمكن ما كانتش، رايي الشخصي يعني تختلف تتفق معايا طبعا ليك مطلق الحريه، بس يعني ما تهيأليش ان احنا كنا راضيين قوي عن التحكيم في السنه اللي فاتت، السنه الاخيره دي كان في اخطاء وكان في اخطاء مؤثره وكان في تطور لكن مش المأمول، يعني مش على مستوى التوقعات او على مستوى الطموحات. نتمنى ان شاء الله يكون موسم موفق للتحكيم، وان شاء الله باذن الله يعني نقفل الملف ده، وخصوصا مع وجود تقنيه الفار اللي هي نفسها اصبحت مشكله. يعني على كل الاحوال هنستعرض تصريحات بيريرا النهارده في المؤتمر الصحفي وهنتكلم عليها. صلاح، انا عايز اتكلم على صلاح، والحقيقه يعني يمكن يعني ربنا يشاء انه بعد ايام من مباراه تونس، مش عارف ليه احنا في حزب اعداء النجاح عندنا يعني في حزب اعداء النجاح بجد. يعني الراجل حقيقه يعني عامل مشوار اسطوري، ودايما لما بتيجي تتكلم على المحترفين المصريين في تجارب كتير ناجحه ومميزه جدا. يعني ما انكرش ان في لعيبه زي هاني رمزي، زي المحمدي، زي زيدان عملوا تجارب كويسه جدا بره مصر، لكن لما تيجي تقارن بصلاح لا، يعني بعيد. فعشان كده بقول انه صلاح مش بس نجح انه يقدم الشكل النموذجي للاعب المصري بره مصر، مش بس نجح انه يحقق القاب ما اتحققتش قبل كده، مفيش حد قبل كده حقق لقب البريمير ليج.
يعني محمدي طبعا مشوار رائع في الدوري الانجليزي ولعب ومشوار طويل وممتد وتجربه الكل اثنى عليها في انجلترا، مش يعني مش دعوه بمصر، انا بتكلم عن الناس في انجلترا لما بييجوا او يجي الكلام على ذكر المحمدي بيبقى الحقيقه محل تقدير واشاده كبيره جدا من الناس في انجلترا ومن النوادي اللي لعب ليها. لما تيجي تتكلم على زيدان في المانيا وتحديدا كمان تجربته مع بروسيا دورتموند، هاني رمزي ومشوار طويل جدا من الاحتراف في البوندسليجا، واحد من 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 اقوى الدوريات في العالم، وغيرهم وغيرهم عشان ما بقاش بنسى حد. لكن تجربه صلاح انه يجيب تشامبيونز ليج ما حصلتش، انه يجيب بريمير ليج ما حصلتش، انه يجيب هداف مره واثنين وثلاثه في اقوى واصعب بطوله في العالم ما حصلتش. النموذج اللي زي ده تتمنى انه ينجح عشان يتكرر، عشان ولادنا الصغيرين النهارده اللي طلعوا فتحوا عينيهم لقوا لعيب مصري مكسر الدنيا في انجلترا، لقوا لعيب مصري الجماهير جماهير نادي كبير زي ليفربول في كل مباراه لازم تهتف له، تلاقي مدرب او مدير فني مهم جدا يمكن من اهم اربع او خمس مدربين في العالم في كل مناسبه بيشيد بمحمد صلاح وبامكانيات محمد صلاح. لما اولادنا يطلعوا يشوفوا ده، لما الاشبال الصغيرين واللعيبه الصغيره يطلعوا يلاقوا انه العادي انه في لعيب مصري مكسر الدنيا في اوروبا وبيحقق كل حاجه وبيكسر ارقام قياسيه وبيبقى اسطوره بشهاده الانجليز نفسهم في الانفيلد، يبقى ده بالنسبه له الطبيعي، ويبقى ده بالنسبه له حلم مشروع، يبقى ده بالنسبه له حلم مشروع، يبقى بيحلم في يوم من الايام انه يكون زي محمد صلاح، يبقى بيرفع سقف الطموح عند اولادنا. فاللي زي ده نسنده ما نكسروش، اللي زي ده نبقى نفسنا انه يكمل قصه نجاحه ما نهبطوش. وفكره المقارنه بين صلاح في ليفربول وصلاح في منتخب مصر قتلت بحثا. يمكن يكون صلاح اتظلم بشكل من الاشكال انه موجود في الوقت الحالي، يمكن صلاح لو كان موجود في جيل 2006 و2008 و2010 كان منتخب مصر نفسه بقى في حته تانيه خالص. فما تقدرش تحمل صلاح بس الفاتوره، ما تقدرش تحمل صلاح او تشيل صلاح الشيله كلها لوحده. صلاح امبارح تألق الحقيقه مع الولفز ثلاث مساهمات، يمكن واحده منهم يمكن تتحسب او ليه او ما تتحسبش، لكن الحقيقه الكلام اللي قاله يورجن كلوب على محمد صلاح بعد المباراه اعتقد الحقيقه يؤكد تماما على مكانه محمد صلاح ويؤكد كمان على فرص محمد صلاح. يمكن مش هو نفس الهداف اللي كان دايما بيصارع او بينافس على صداره الهدافين، لكن مش ده دور. وخد بالك انه ليفربول اللي موجود النهارده يختلف تماما عن ليفربول اللي دخل عليه محمد صلاح من اربع او خمس مواسم تاني. كل التوفيق لابو صلاح، نتمناك في احسن مكان في الدنيا، انت نموذج مشرف وبنتشرف الحقيقه انه في لاعب مصري قادر يعمل المشوار ده في ملاعب الانجليز. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان على ملف جديد، وده اخر خبر معانا قبل ما نروح طبعا لواحد من الفيديو كونفرنس اللي موجودين معانا النهارده في واحده من فقراتنا في السادسه. في لجنه للترشح لاستضافه كاس العالم ثلاثيه الدول، اللجنه دي هي لجنه اسبانيه مغربيه برتغاليه، اسبانيا مع البرتغال مع المغرب هيتقدموا بملف مشترك لاستضافه كاس العالم 2030، واللجنه دي اجتمعت بالفعل لاول مره يوم يعني النهارده. المقرر الاجتماع ده بحضور طبعا المسؤولين على الملف ان هم يدرسوا تقديم ملف مشترك عشان يفوزوا بشرف استضافه مونديال 2030. ويمكن الحقيقه بيدرو روشا رئيس الاتحاد الاسباني لكره القدم اكد على سعادته الكبيره بانضمام المغرب للملف، كان مفترض انه الملف اللي هيتقدم بين اسبانيا والبرتغال وانضمت ليهم بعد كده لاحقا المغرب اللي بتشهد طفره كبيره جدا على كل مستويات وخصوصا طبعا البنيه التحتيه. شفت الحقيقه نقله نوعيه في البنيه التحتيه في المغرب في السنوات الاخيره، وشفت صوره من ملاعب وبالذات في بطوله كاس العالم للانديه الاخيره اللي شارك فيها النادي الاهلي، ملاعب ما تقلش باي شكل بالاشكال عن اوروبا. فكل التوفيق للاشقاء في المغرب، ونتمنى ان شاء الله. بشوف انه كمان احنا عندنا حصل طفره كبيره جدا على كل المستويات، شبكه طرق وكباري، شبكه نقل يعني نقل ومواصلات، شبكه يعني طفره في الكهرباء، في الاتصالات، في البنيه التحتيه. الوضع النهارده يختلف جمله وتفصيلا عن ملف كاس العالم في
في 2010. طيب أندريا ستراتالوني هو ضيفنا حاليا في السادسة، مدير فني سابق طبعا لنادي انتر ميلان وأودينيزي السابق، هيكون معنا من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. بداية طبعا بشكره على مشاركته معنا، وأهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي. في البداية أود أن أشكركم على تواجدي معكم هنا وأن أكون ضيفا لكم اليوم. يعني خليني بداية أتكلم معاك على الدربي، دربي ميلان والفوز العريض بخماسية اللي حقق إنتر امبارح. في كتير بيراها أنها مفاجأة، لكن يهمني أسمع وجهة نظرك في تألق الإنتر والعرض القوي اللي قدمه أمام الميلان. بالطبع المباراة كانت بين أفضل ناديين في إيطاليا على مر التاريخ، فأعتقد أن المباراة تكون مفاجأة، لأن إنتر ميلان كان المرشح الأفضل للفوز، ولكن لم يتوقع أحد هذا الفوز الكبير. 5-1 كانت نتيجة عظيمة لإنتر ميلان ونجاح عظيم لجماهير إنتر ميلان، ولسوء الحظ أن إي سي ميلان لم يستطع أن يتحمل وتكبد هزيمة كبيرة. هذه ب5 أهداف نتيجة كبيرة في الديربي لإي سي ميلان. في السنوات الأخيرة يمكن، وبعد يمكن أكثر من 9 أو 10 مواسم سيطر اليوفي على لقب الكالتشيو، شفنا أندية كثيرة استطاعت أنها تصل لمنصة التتويج، شفنا الميلان، شفنا الإنتر، شفنا نابولي في النسخة الأخيرة. إزاي بتشوف شكل المنافسة؟ وهل وصول الإنتر لنهائي دوري الأبطال في النسخة الأخيرة في مواجهة السيتي يضع على منصة أو على في مقدمة المرشحين لتحقيق لقب الدوري السنة دي؟ نعم، في البداية أنا لا أستطيع أن أقول أن يوفنتوس استطاع الاستمرار في السيطرة على إيطاليا. الآن نجد أن إي سي ميلان في المشهد، نجد البطولة تنافسية أكثر، ونجد البطولة أكثر تشويقا للجماهير. إذا رأينا نفس الفريق يفوز كل عام سيكون الأمر مملا للجماهير، ولكن الآن لدينا 4 أو 5 أندية تنافس، فهذا الأمر مختلف. بالطبع إنتر ميلان الآن بعد قرعة دوري أبطال أوروبا نراهم في منافسة فريق كمانشستر سيتي، فريق من أفضل إن لم يكن أفضل فرق العالم. فإنتر ميلان الآن لا يستحق الخسارة أبدا. أعتقد أن هذه هي نهضة إنتر ميلان عالميا، لأنهم فقدوا لاعبين مهمين، لوكاكو، جيكو، ولكن الآن هم أكثر تماسكا وأكثر تنافسية من ذي قبل، لأنهم استقدموا أيضا لاعبين جيدين، لديهم ترام، لديهم بافارد. أعتقد أنهم الآن فريق قوي جدا. أعتقد أن الفريق الآن يتعامل بشكل أفضل وينافس بشكل أعمق في البطولات، سواء كان الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا. إيه هي أسباب أو أهم أسباب خسارة الميلان من وجهة نظرك؟ أعتقد أن إي سي ميلان حاول أن يواجه إنتر ميلان بنفس القوة، مباراة مفتوحة. هم أعطوا الفرصة لفريق قوي وسريع كإنتر ميلان أن يهاجمهم، تركوا مساحات كبيرة في الخلف. أعتقد أن إنتر ميلان تورام أحرز هدفا رائعا، لم أتصور أنه سيحدث كثيرا. ولكن أكثر اللحظات التي رأيت فيها إي سي ميلان في لحظة ضعف، حينما كانت النتيجة 2-1، أعتقد أن إي سي ميلان لم يركز أكثر على توازن المباراة، وإنما ركز على الهجوم
فقد تكبد أهداف أكثر. إنتر ميلان يستطيع حرفيا أن يقتلك إذا تركت له مساحات وبادلته بالهجمات. أعتقد أن المزيد من اللاعبين من إنتر ميلان الذين شهدتهم القائمة قادرون على إحراز الأهداف الثالث والرابع والخامس وأكثر من فرصة قد أضعوها بالفعل. أعتقد أن جماهير إيسي ميلان بالطبع هم حزينين جدا، ولكن إنتر ميلان فريق كبير وكان نصر عظيم لإنتر ميلان ولجماهيره. طيب من ديربي الغضب هروح معاك لروما، وبالمناسبة روما طبعا من الفرق الكبيرة والعريقة، ويمكن من موسمين فاز بلقب الكونفرنس ليج. لكن خليني أسألك، في بداية كل موسم يمكن كتير من الآراء بتصف الميركاتو بتاع روما بأن هو الأقوى على مستوى الأندية الإيطالية، صفقات لاعبين على مستوى عالي، ورغم كده بداية صعبة جدا ومتعثرة لروما في الموسم الحالي، 3 مباريات رصيده منهم نقطة واحدة. بتشوف يعني قصة روما أو تعثر روما إزاي؟ أعتقد أن بداية روما كانت صعبة. افتقدوا العديد من اللاعبين في أول مباريات بدون داولو ديبالا ولا بيليغريني، ولوكاكو وصل متأخرا، وأعتقد أنها كانت بداية سهلة. اليوم نعتقد أن ستكون مباراة مهمة على أرض إيس روما. أستطيع أن أقول أن مورينيو لأول مرة سيبدأ بالتشكيل الأفضل له، وأعتقد أن النجمي الجماهير المفضلين سيبدأان اليوم، لوكاكو وديبالا. أعتقد أن فرصة جيدة للفوز ونيل 3 نقاط، فأعتقد أنها ستكون البداية من اليوم. طيب هروح معاك للمستوى الأوروبي، ويمكن الموسم اللي فات حتى وإن لم يصل نادي إيطالي لمنصة تتويج، ولكن يكفي الكرة الإيطالية شرف تواجد 3 فرق إيطالية في نهائي المسابقات الأوروبية الـ3. بداية، هل تعتقد أن الموسم ده من الممكن أن الإنجاز ده يتكرر؟ وهل من الممكن أو بترى أنه في فريق إيطالي يستطيع أن يصنع الفارق ويصل لمنصة تتويج في أي من البطولات الأوروبية الـ3؟ حسنا، الموسم الماضي كان مهما للكرة الإيطالية، حققوا نتائج رائعة، وصلوا للنهائي في 3 بطولات أوروبية، دوري المؤتمرات، يوروبا ليج، دوري الأبطال. كانت نتيجة جيدة، ولكن لسوء الحظ كرة القدم تظل كرة القدم، ربما تكون الأفضل ولكن لا تكون محظوظا. روما فقد ركلة جزاء، خسرنا 3 نهائيات. أود أن أرى بالطبع الفوز في النهائي. فإيطاليا الآن ليست أغنى دولة وليست أغنى منافسة في العالم. إيطاليا الآن لا تستطيع أن تنافس الدوري الألماني ولا الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني. نحن ننافس بهذه الفرق حتى النهائي، فأنا متأكد أن إنتر ميلان وإيسي ميلان ونابولي يستطيعون أن يذهبوا إلى أبعد نقاط، بجانب لاتسيو أيضا هذا الأسبوع، وأيضا روما لديه الفرصة، وأتلانتا أيضا لديهم فرص، آسف فيورنتينا وليس أتلانتا، لديهم الفرصة ليكرروا ما حدث الموسم الماضي. أنا متأكد من حدوث هذا. طيب لو قلبت معاك الصفحة ورحت لصفحة المنتخب، بداية إزاي بتشوف فترة مانشيني وتوليه إدارة المنتخب الإيطالي؟ هل بتشوفها مرحلة يعني ممكن نصفها بالمرحلة الناجحة، ولا كانت متوسطة، ولا رحيله كان منطقي بالنسبة لك، ورأيك في انتقاله لتولي مسؤولية المنتخب السعودي؟
يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا. مانشيني قاد المنتخب الإيطالي في فترة صعبة جدا بعد عدم تأهل لكأس عالم، فمانشيني كان عليه أن يفتح مرحلة جديدة مع المنتخب الإيطالي، وليس فقط مرحلة تاريخية، وإنما أن يبدأ بأسلوب وطريقة لعب مختلفة عما كان من ذي قبل. لديه كيزا، جورجينيو، لاعبين ذوي جودة عالية، ولهذا السبب أردنا أن نفوز بأمم أوروبا، ولهذا كان مهما أن نفوز على إنجلترا ونتغلب على إسبانيا، ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من الوصول لكأس العالم بقطر. كانت مباراة غير محظوظة أمام مقدونيا. أعتقد أن مانشيني هو من أفضل المدربين في التاريخ، هو صديق مقرب لي، هو واسباليتي أيضا، واسباليتي من أفضل المدربين في إيطاليا، وأستطيع أن أقول أنه الأفضل ليقود الكتيبة الإيطالية الآن. يلعب كرة قدم جميلة، ويجب علينا أن ندعمه في الفترة القادمة ليذهب إلى أمم أوروبا. ولكن بالطبع مانشيني نحن فخورون به أن يكون لدينا مدرب إيطالي في السعودية يقود المنتخب السعودي في منافسة قوية باستثمار كبير كما نراه الآن. بالطبع نحن فخورون به، سواء كونتي أو مانشيني أو إنزاجي، نحن فخورون بكل مدربينا. إنها مدرسة إيطالية، فبالتالي أتمنى الحظ السعيد لروبرتو مانشيني. المنافسة لن تكون سهلة، لأني أعرف الشرق الأوسط جيدا، وأستطيع أن أقول أن الأمر صعب على مانشيني. طيب هسألك ده سؤال عن الجيل الحالي من لاعبين إيطاليا. وإيطاليا طول عمرها مش بس كانت بتملك واحد من أفضل الدوريات، لكن كمان كان اللعب الإيطالي بتخطى الحدود، وشفنا لاعبين إيطاليين كتير بيلعبوا في أهم وأكبر الأندية على مستوى أوروبا. لكن النهاردة لما ببص للدوري الإيطالي، وكان في طبعا في الدوري الإيطالي لعيبة كبيرة، يعني دال بيرو في اليوفي، فرانشيسكو توتي، نيستا، مالديني، كلهم لعبوا في الدوري الإيطالي وكلهم أسماء عظيمة جدا. لكن النهاردة لما ببص في الدوري الإيطالي بلاقي أنه معظم اللاعبين المهمين أو نجوم الدوري الإيطالي كلهم من خارج إيطاليا. يعني فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، كفاراتسخيليا، رافائيل لياو جناح الميلان، لوكاكو، ديبالا، لوتارو مارتينيز في الإنتر، كلهم عناصر. فين يعني فين الجيل الحالي من نجوم الكرة الإيطالية من وجهة نظر أندريا ستراماتشوني؟ أنت أثرت نقطة مهمة، أنت محق. إنها لحظة مهمة للكرة الإيطالية والاتحاد الإيطالي. خلال السنوات الماضية كان يوجد عمل دؤوب على الأكاديميات في إيطاليا، أن نعمل على جيل جديد للكرة الإيطالية. هذا مهم جدا، أن يكون لدينا الرأس الحربة المميز الذي اعتدنا عليه كإنزاجي وفييري، وأيضا صانع الألعاب كباجيو وديل بييرو. والآن كما ذكرت أنت أن جيل النجوم قل، ولا أقول أنه انتهى، لأننا الآن لدينا أكاديميات قوية تنتج لاعبين جيدين. أستطيع أن أقول أن الجيل القادم أقوى، باريلا 30 لاعب الآن متوفرون في أكاديمية المنتخب الإيطالي للشباب. لدينا الآن مهاجم، لدينا الآن صانع ألعاب، لدينا الآن مراكز قوية على مستوى الشباب. العمل مستمر، نبدأ منذ مرحلة الناشئين. نحن واقعيين جدا مع لاعبين الشباب، ونعمل بكد مع الأكاديميات. أندريا ستراماتشوني مدير الفني السابق للإنتر وأودينيزيا الإيطالي،
بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معانا في السادسه، وكل التوفيق للانديه الايطاليه في مشوارها سواء في الكالتشيو او في المشوار الاوروبي، وكل التوفيق طبعا لمنتخب ايطاليا، منتخب ليه نكهه وطعم خاص جدا. بعد الفاصل نستقبل نجم حلقتنا النهارده كابتن اشرف ممدوح. طيب زي ما اتفقنا اللي جاي مكثف، عارف انت الكورس المكثف، فما فيش وقت، عندنا مهمه صعبة وليست مستحيلة، عندك بطولات مهمة جدا، عندك يعني ضغط مباريات صعبة كلها صعبة، ماتشات الأفري ليج كلها صعبة، ماتشات الكأس العالم كلها صعبة، حتى الدور التمهيدي وماتشات الدوري أنا متوقع إنها تكون من الصعوبة، إنه التقل كله جاي في الثلاث شهور اللي جايين، وبالتالي محتاج تتحرك بسرعة، وخصوصا إن المشوار الدوري هيبدأ كمان اقل من 48 ساعه زي دلوقتي كده تقريبا، يوم الثلاث هنبدا مشوارنا ان شاء الله في مواجهه المصري البورسعيدي. فخلينا دايما نتكلم في اللي جاي. بدايه ارحب بنجمنا النهارده وضيفنا كابتن اشرف ممدوح اللي بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير يا احمد، وحشني جدا، ودايما انت عارف ببقى سعيد. اول مره بيتهيألي اقابلك في السادسه، اقول لك هارد لك. دي حقيقه من سنين، صح؟ يعني احنا بقالنا كتير جدا. الحمد لله النادي الاهلي يعني بيتوج دايما بالبطولات، ولكن الحمد لله يعني طبعا وارد جدا. المباراه ظروفها صعبه الحقيقه، يعني يعني خليني اقول لك انه يعني في الوقت الخساره دايما كنت بقول انه ما تزعلش، انت شبعان بطولات، بس ممكن تزعل عشان ما ظهرتش بالشكل المطلوب، ممكن تزعل عشان حسيت انه البطوله كانت قريبه وكانت سهله يعني، لكن ما يعني مش قصه البطوله نفسها، قصة احنا ازاي ظهرنا. خلينا ابتدي معاك، انت عارف في كنت شاكك بس كنت متاكد. والله هو انا عندي نفس، ممكن الناس كتير تشاكني، انا قلقان بس مطمن يعني. عارف في احساس انه هو ايه اللي حصل واللي جاي عامل ازاي، لانه اللي جاي صعب جدا، بس برضه في حته بتقول لي انا مطمن لانه ده الاهلي، فاهم يعني؟ فاهم الخليط او المزيج ده من المشاعر موجود عندي، فقلت ابتدي بيه معاك. قلقان ولا مطمن؟ لا انا مطمن جدا. يعني عكس بعض الناس اللي شايفه انه البدايه او البدايات دايما بتفرق، صحيح البدايات دايما بتفرق ودايما بتدي لك انطباع على الموسم هيبقى شكله عامل ازاي. لكن النادي الاهلي ناس كتير عارفه جدا، وجماهيره والناس القريبه واللي بتثق في لعيبه النادي الاهلي عارفه دايما ان غرفه الملابس عندنا دايما بتقدر تلم الامور بسرعه جدا. يعني بتقع وقعه بسيطه لكن بتقدر تقف بسرعه جدا جدا، تقدر تلم الشمل بسهوله جدا. الفكره ان الموسم ده بدايات يعني لاول مره من سنين طويله جدا ارتياحيه غير طبيعيه. أي. النادي الاهلي اعتقد ده افضل سيناريو لبدايه موسم من اربع مواسم، مفيش افضل من كده. يعني جهاز فني مستقر، مجلس اداره الحمد لله مستقر جدا وبيلبي طلبات الجهاز الفني على اكمل وجه. في راحه سلبيه للاعبين، معسكر خارجي سكواد معظم عظيم جدا جدا. تعاقدات مفيش افضل من كده، حتى عوده الناس يعني نصر وصلاح محسن وعوده المصابين ان شاء الله كريم فؤاد واكرم توفيق، وبالتالي يعني انا شايف الحمد لله معسكر خارجي في النمسا، معسكر خارجي، وكمان المعنويات من الموسم اللي فات عاليه جدا جدا، وبالتالي انا تفتكر ده ممكن يكون عمل يعني كل الـ المعطيات دي اللي كلها بتصب في مرحله الايجابيه ادت مثلا ايه، مش عايز اقول غرور لكن يعني تقول مثلا ايه، ثقه زايده. طب خليني اقول لك السبب، يمكن انت خدتها من على لساني. انا شايف ان احنا خسرنا من هنا. الثقة الزيادة جدا 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 عند لاعبي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والسوشيال ميديا اللي صدرت ان البطولة خلاص في دولاب النادي الاهلي انعكست تماما داخل المستطيل الاخضر، داخل المباراة، لانه المنافس اللي انا بحترمه جدا او بحترم فيه انه احترم النادي الاهلي جدا جدا جدا. المدير الفني للاتحاد العاصمه احترم النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لو لاحظت في المباراه في كل دقيقه في المباراه في التزام غير طبيعي من اتحاد العاصمه. وفي ثقه زياده من لعبتنا، ثقه زياده في المكسب، معنويات كبيره جدا جدا من الموسم اللي فات،
يعني نازل مباراه اني خلاص كسبان المباراه. أيوة. ودي احيانا بتدي لك انت يعني طبعا طبعا بتدي لك أيوة. انا بدات كلامي معاك من هنا ليه اشرف يعني. من هنا يعني النقطه دي وارد جدا جدا حتى النادي الاهلي، مش احنا بنقول يعني سيد اسياد قاره افريقيا والمارد الاحمر وده شيء ما فيش نقاش فيه، لكن وارد جدا يبقى فيه كبوه، وحصل طبعا. الموسم اللي احنا بنقول عليه استثنائي موسم الذهب ده حصل فيه كبوات للنادي الاهلي في اكتر من مره، ورجعت تقدر تقوم بسرعه. عشان نعرف اللي حصل ده، لانه طبعا امبارح كابتن كبير فتحي نصير كان ضيفي، فكان بيقول انه او السبب الرئيسي من وجهه نظره زي ما هو شرحه لنا انه بدايه موسم وافتقاد للياقه المباريات بشكل كبير جدا، وافتقاد للانسجام بالذات نزل الصفقات الجديده، فده اثر او خلى الاهلي ما يظهرش بالشكل اللي احنا منتظرين. هي عدة عوامل طبعا. طبعا عده عوامل في الشكل، لكن تفرق معايا قوي وانا رايح معاك لبدايه موسم بماتش المصري كمان يومين، ان انا اعرف انه الدروب اللي حصل ده هو ده مستوانا في بدايه الموسم، فبالتالي احنا محتاجين نشتغل بسرعه جدا 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 ونركز اكتر بكتير من اللي احنا بنعمله دلوقتي، ولا كبوه نقدر نفوق منها بسرعه والكلام او الشغل يبقى في اوضه اللبس من كابتن من مستر مارسيل كولر ومن كابتن خالد بيبو. طيب هل في شك في ان هناك فوارق فنيه وبدنيه وخبرات للاعبتنا عن اتحاد العاصمه؟ طبعا مع كامل الاحترام ليهم بالتاكيد لا، في فوارق فنيه وفي خبرات كبيره جدا للاعبي النادي الاهلي، فوارق حتى في الخبرات اللي اكتسبوها من البطولات. يعني هذا الجيل، انا بتكلم مش بس عن النادي الاهلي على مدار تاريخه، انا بتكلم على هذا الجيل اللي حصل على 3 بطولات لافريقيا وسوبر افريقي ودوري ومباريات وبرونزيه كاس عالم، وبالتالي هذا الجيل عنده من الامكانيات والفوارق الفنيه كتير جدا جدا عن لاعبي اتحاد العاصمه الجزائري. لكن زي ما قلت لك الثقه زياده، زي ما قلت لك عدم الجاهزيه الكامله في بدايه الموسم. وانا بستغرب الحقيقه، يمكن يكون عندك رد عليا، ليه بطوله او مباراه ببطوله سوبر افريقي تحدد في هذا التوقيت؟ ليه في بدايه ليه بس ده؟ ليه كتير قوي؟ يعني احنا ممكن يعني موضوع التوقيتات والاجندات بتاعه البطولات ده يلخصها عنوان بسيط اسمه حاله عك، مش طبيعيه يعني. خليني، وده هيتكرر على فكره تاني، ويمكن ده واحد من الحاجات اللي انا عايز اكلمك فيها، ما هو السبيل او ايه الحل، بس خليني او اسمح لي نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا النهارده كابتن اشرف ممدوح. قبل بس ما اقفل ماتش السوبر، عايز اسمع راي كابتن اشرف في الظهور الاول لامام عاشور ورضا سليم. رضا سليم انا شايفه يعني ادى بشكل جيد جدا، يعني اقدر اديله مثلا 7 من 10 او 7.5 من 10، يعني ادى بشكل مميز وكان بيشكل خطوره على مرمى اتحاد العاصمه، كان في ثقه في الاداء، لكن لسه مش جاهز بدنيا ولا فنيا ولا ذهنيا بنسبه 100%، وده طبيعي، امر طبيعي يعني. بتبقى صعبه برضو لما يبقى اول ظهور ليك في مباراة حاسمة، مباراة فاصلة يعني، بطولة يعني اكيد بيبقى فيها برضه ضغط زيادة شوية، طبعا عارف ان الناس كلها مستنية تشوفك صحيح اول مرة، فده بيبقى بالتأكيد بيأثر ايا كان الاسم اللي موجود، بيكون عليه ضغوط كبيرة جدا. لكن امام انا بعذره تماما، امام كمان مش بس اول ظهور، مش بس مش جاهز بدنيا، مش بس، لان امام كمان كان بعيد جدا نتيجة الاصابة، يعني 4 شهور أو 5 شهور، وبالتالي يعني ليه كامل العذر. عشان كده كنت اتمنى يعني مشاركة البيرستا وحسين شحات كهربا قفشه، الناس اللي انهت الموسم اللي فات، لكن طبعا اكيد مستر كولر ليه وجهه نظر، شايف ان هم اجهز، شايف ان ممكن يعني نتيجه قوه النادي الاهلي، ودي الثقه اللي بكلمك عنها احمد، انه الثقه الكبيره من مستر كولر في لعيبته وثقه اللعيبه نفسها في 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 امكانياتها، وان هم ان شاء الله كانوا قادرين ان هم ينهوا المباراه دي لصالح النادي الاهلي، اعتقد ان دي فرقت كتير جدا في اللقاء، واعتقد ان ده كان من ضمن الاسباب الرئيسيه في اننا خسرنا البطوله دي يعني. طيب قبل ما اروح معاك لماتش المصري النهارده، كان في مؤتمر صحفي لبيريرا رئيس لجنه الحكام، تعال نشوف جزء منه كده، ويعني اتكلم معاك في خلاصه المشهد التحكيمي او خلاصه المؤتمر الصحفي، في كلام اتقال كويس، في كلام كنا نتمنى ان احنا نسمعه، خلينا نشوف بيريرا قال ايه الاول وارجع اسمع تعليق كابتن اشرف ممدوح. صباح الخير. We start by drafting the strategic education and development master plan
for the season 2024 to 2028. وبعدين بدأنا ننشئ التغيير لأول منظومة التعليم والتطوير لموسم 2023-2024. As part of this organization, we organized the refereeing department and also the referees committee, which are now two separate bodies. ونتيجة للتعليم والتطوير الجزء التعليم والتطوير بقى عندنا شقين، شق اللجنة بتاعة اتحاد الكورة والشق الثاني اللجنة الإدارية أو الإدارة الإدارة الحكومية. We develop one refereeing digital platform. ومفترض في قاعدة بيانات، لا مش قاعدة، ديجيتال بلاتفورم أو منصة إلكترونية جديدة للجنة أو الحكام. So all appointment system and all assessment system will be now automatically. فكل طرق التعيينات الجديدة هتبقى أوتوماتيكلي أو هتبقى أوتوماتيكلي مش هتبقى مانوال. We are going also to have a new assessment system. وبرضه هيكون في طريقة مراقبين جديدة أو طريقة جديدة لتقييم جديد للمباريات. So these new systems allow us to be more efficient in management but also to have at the end of the season one refereeing ranking. بالفعل الدورات التأهيلية دي هتساعدنا كتير جدا، بس ده هتساعدنا اكتر في نهاية الموسم علشان يكون عندنا تقييمات لكل حكام. So in this way we decide the category 1 referees, category 1 assistants and the list. اللي حضراتكم شفتوه ده طبعا جزء من المؤتمر الصحفي. انا قلت انه التحكيم واحد من اهم الاضلاع الاساسيه في نجاح الموسم او نجاح منظومه الكره في مصر، وقلت القصه مش مرتبطه بس بالانديه ومصالح الانديه وقوه المسابقه ومبدا الشفافيه والعداله وتكافؤ الفرص، لكن مرتبطه كمان بعوده هيبه وسمعه التحكيم المصري اللي يمكن تكون اهتزت بشكل عنيف في المواسم الاخيره. أقول لك أهم ما جاء في تصريحاته. فضل. طبعًا في قصة يمكن أنا اللي سمع على حسب ما أنا سمعت في كلامه، طبعًا إنه دي خطة تطوير التحكيم بداية من الموسم ده لموسم 28، ده اللي أنا سمعته لغاية سنة 28. اتكلم إنه هيكون في كيانين منفصلين، كيان مختص بلجنة الحكام وكيان خاص بإدارة ملف التحكيم. اتكلم على انه هيبقى في نظام رقمي او سيستم يعني هيشتغلوا بيه في فكره التعيينات، بحيث انه تعيين حكام المباريات ما يتدخلش فيه اي عنصر بشري، وهيبقى في كمان في نفس السيستم ده نظام لتقييم الحكام ويتعمل لهم تصنيف. التصنيف ده في اخر الموسم يقول مين اجاد ومين ما اجادش، مين في نهايه او في ديل القائمه والترتيب، وبالتالي زي الأندية كده اللي في ديل القايمة ينزل للدوري الدرجة الأدنى واللي طلع التوب من اللي تحت يطلع في الدوري الممتاز وهكذا. دي يعني أهم الحاجات اللي اتكلم فيها النهاردة. تقييمك يعني لتجربة بيريرا عموما يعني قبل المؤتمر؟ مش شايفها تجربة إن شاء الله تكون ناجحة، يعني أنا أتمنى إن اللي قاله ده ينفذ، وأتمنى إنه حتى لو الرجل ده في وقت من الأوقات حصلت مشكلة ومشي نكمل على نفس السياق. شايف إنه شايف شايف انه قصه التحكيم في مصر عندنا مشكله اداره ولا مشكله مستوى؟ يعني هو ده مستوى حكامنا بجد؟ مشكله اداره. شوف انا يعني برجع كل حاجه لاصلها الطبيعي في الفشل اداريا. انت ناجح اداريا، بتحط بلان لمخططاتك، بتحط او لطموحاتك، بس ممكن ابقى انا مدير ناجح جدا بس العنصر البشري اللي موجود عندي لا يصلح مثلا من يعني ضمن لا معلش ما هو من ضمن القرارات الاداريه الناجحه انك تعمل كوادر. دي من ضمن اهم القرارات الاداريه او المجالس الادارات الناجحه، ان يكون عندي كوادر بتتعلم من الخبرات اللي عندي او بتتعلم من النظام اللي عندي او النظم السليمه المطوره عندي، ان يكون عندي كوادر بطلعها عشان تستفيد من ده وعشان يبقى عندي كوادر تقدر تكمل. ولو انا ما عملتش كوادر يبقى انا ما بنجحش، اكيد هيجي في وقت وقع وافشل زي ما بيحصل طول الوقت.
لكن الراجل الحقيقه بيشتغل النظام الرقمي ده هايل جدا، لانه بعيدا عن اي تدخل بشري وكمان بيعمل لك سيستم طويل الاجل شويه، لانه بيحسب كل ارقام الحكام مستواهم دلوقتي وصل فين، بعد شويه اختياراتهم هتبقى عامله ازاي، بعد سنه ارقامهم عامله ازاي. هي يعني هيعمل لي تصفيه كبيره جدا جدا لحكامنا، واعتقد ان هيكون في معايشات وهيكون في دراسات كتيره جدا الفترة اللي جايه ومحاضرات كتيره جدا. ومن ضمن الحاجات اللي قالها كمان انه في الحكام اللي هيحكموا او هيحكموا ماتشات الدوري المصري 36 حكم، منهم 7 دوليين و57 معاهم 57 مساعد، منهم برضو 7 دوليين. اللي كنت مستنيه الحقيقه في قصه الفار، انا هاجي بقى هاجي لك للمشاهد شويه عشان برضو نفهم عقليه المتلقي عامله ازاي، عشان تقدر تشوف الناس مستنيه منك ايه. فكره انه انت بقينا بنشوف في اوروبا مثلا النهارده انه طبعا الفار منظومه ثانيه مختلفه تماما تقنيا، يعني كان تقنيا عن المنظومه اللي موجوده عندنا، لكن احنا عندنا حالات الجدل بالذات، حالات الجدل التحكيم. تعرف اذا كان المشاهد العادي بيخش في الديبيت بتاع الكره دي صح او القرار ده صح والقرار ده غلط، انا بقلب بعد الماتشات بلاقي في الاستوديوهات التحليليه حكام دوليين كانوا يعني كانوا حكام حد حد بيقول اللعبه دي ضربه جزاء، وحد يقول لك لا مش، حد بيقول لك ده كارت احمر، وحد فما بالك بقى بالمشاهد العادي يعني يعمل ايه؟ الفار ده لتكمله النسبه القليله اللي بيخطا فيها الحكم. صحيح. يعني هي بتكمل لي نسبه 100% عشان اوصل للقرار السليم. فدلوقتي اذا كان الفار بيعمل لي حاله الجدل دي في الشارع او حتى مع حكامنا، يبقى ايه الفايده؟ يبقى فين الازمه؟ فانا بقول لك انه لابد من تقنيه الفار انها تطور، ولابد من تقنيه الفار في حتى الدراسه لحكامنا او حكم الفيديو او حكام الفار، لان برضه عندنا مشكله فيها لغايه النهارده، وبتحصل حالات جدل كتيره جدا، ومع وجود الفار حصلت مشاكل كتيره جدا في المواسم اللي فاتت. فانا اتمنى التطوير، لان الحقيقه منظومه التحكيم عندنا في مصر عليها جدل كبير جدا جدا، ما حدش بيتكلم ابدا على منظومه التحكيم في حالات في ان حكامنا بتاخد امتيازات او لا قدر الله رشاوي او، ولكن احنا بنتكلم في مستوى حكامنا، في تعديل ده، في يعني تحسين الصوره الفتره اللي جايه، وان حكامنا يوصلوا لافضل مستويات، خاصه ان الامور بقت اسهل كتير من زمان يا احمد. يعني النهارده انا عندي الفار والفيديو، يعني انا عندي حاجه برجع لها اقدر اخد فيها قرار سليم. فانا لابد من التطوير ده يتم، واتمنى ان شاء الله ان الراجل ده يدوله فرصه للعمل، وان نستمر علشان لو حصلت مشكله الراجل ده رحل في اي وقت، نمشي على اللي يجي بعد كده يكمل اللي ابتداه الراجل ده، علشان انا شايف ان النظام الرقمي او النظم اللي قالها النهارده انا شايفها الحقيقه محترمه جدا، وممكن تكون اضافه. واحنا لو بنكمل لو تفتكر كلاتنبرج كان قال انه يعني وليه لا؟ يعني انا على فكره مش بتكلم دايما على فكره انه النظام اللي معمول بيه بره نجيبه نطبقه هنا، ليه؟ ممكن احنا نجتهد على فكره. فكره انه اللعبات اللي اثرت جدل انه يتم اذاعه النص الحوار اللي بين غرفه الفار وبين حكم الساحه عشان الشفافيه، يعني مزيد. انت في النهايه يعني جزء من هدفك مش بس اللعبه وتطوير مستوى الحكام، لكن فكره انك انت تاكد على مبدا العداله مش عارف، انا حاسس ان دي تفاصيل زياده قوي على المشاهد. يعني بره على فكره الحكم بيعلن وهو بيقول الفار قال له كذا، بيقول انه تم اتخاذ القرار ده بناء على رؤيه الفار لكذا. هي شفافيه زياده، لكن الحقيقه انا شايف ان التفاصيل الزياده في كره القدم دي انا شايف ان مع الوقت كل ما ندخل في تفاصيل اكتر انت هتفقد متعتك. يعني مثلا انا كان عندي في البدايه تشوك شويه او 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 تخوف ان الفار ده هيقلل شويه من متعه كره قدم. هو صحيح بيعمل عدل كامل داخل الملعب، لكن انا حاسس ان الكره زي ما هي كده ممتعه، يعني في اخطاء بتحصل وارد، متعه كره القدم شويه في سرعتها، لكن ان كل شويه بتقف كل شويه في تدخلات. يا اشرف انت بتتكلم برضو يعني انت بتتكلم في افريقيا يعني وانت عارف افريقيا دي فيها مشكله كبيره جدا، يعني التحكيم الافريقي ده كمان كارثه. انا يوم 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 ماتش قلت الحكم وحش والحكم، بس احنا يعني احنا ما جيناش، لكن ده ما يمنعش انه في اهم واحده من اهم ثلاث ماتشات في السنه في السيزون على مستوى الاتحاد الافريقي
يبقى ده مستوى تحكيم كارثيه وتدخلت في نتيجه اللقاء بدون شك. يعني ده مستوى حكم يدير واحده من اهم ثلاث ماتشات قالك الاتحاد الافريقي بيكرمه. يعني بجد يعني بجد لا كارثه طبعا. كارثه يعني الحقيقه التحكيم الافريقي كارثه بمعنى الكلمه. وبتحصل في بطولات كبيره ونسبه المشاهدات فيها كبيره جدا، وبالتالي انا مش عارف الحقيقه الاتحاد الافريقي عايز ايه من من التحكيم يعني. طيب اروح معاك لماتش المصري شويه وبدايه الموسم مع مباراه المصري. شايف ماتش المصري ازاي، وخصوصا انه جاي بعد ايام من مباراه الاتحاد العاصمه، انطلاقة ومصالحة سميها زي ما تسميها، وخصوصا انه الماتشات اللي جايه دي او عندك 3 4 ماتشات، منهم 2 تمهيدي دوري ابطال، منهم قبل نهائي كاس مصر، يعني كلها ماتشات مهمة، كلها ماتشات صعبة، وهم الاعداد الحقيقي بتاعك لبطولة الافرو ليج. وكمان موسم يعني هاخد من كلامك موسم ضرب نار. ضرب نار يعني موسم ضرب نار. من اصعب المواسم اللي ممكن يواجهها النادي الاهلي في تاريخه اعتقد، يعني ما حصلش ده من بدايه النادي الاهلي صحيح. فاعتقد انه محتاج الحقيقه تركيز شديد جدا جدا، محتاج ان احنا نقوم بسرعه، لان وارد جدا ان تحصل يعني زي ما حصل في مباراه اتحاد العاصمه انك تخسر البطوله او تخسر اللقاء. لكن غرفه الملابس لازم يكون لها دور، مثل كولر طبعا والجهاز الاداري مع خالد بيبو لازم يكون ليهم دور كبير جدا في الناس تفوق بشكل كبير. مباراه المصري مباراه صعبه، المصري بيستعد بشكل كبير جدا جدا. علي ماهر يعني علي ماهر الحقيقه يعني عنده خبرات كبيره جدا وعارف وفاهم وحافظ ازاي بيقدر يتعامل مع النادي الاهلي وبيقفل مساحات ازاي، بيقفل على مصادر الخطوره ازاي. تعاقدات النادي المصري مع 11 صفقه الموسم ده، وانا شايفهم الحقيقه على الاقل فيهم 7-8 صفقات تقال جدا هيتقلوا النادي المصري. مباراه صعبه في ظروف صعبه انك خارج من خساره بطوله، لكن كل ثقه ان لاعبي النادي الاهلي دايما موجودين ودايما موجودين في المواقف الصعبه دي. بدايه الدوري مهمه جدا جدا، واعتقد النادي الاهلي عمره على مدار تاريخه ما كان فيه بدايه يعني انك تخسر بدايات بطولتين كده يعني صعبه شويه. فاعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله قادر، خاصه ان انا بقول لك ان السكواد الموسم ده، انا كنت لسه بتكلم انا وانت في الفاصل، السكواد الموسم ده رائع جدا ومميز جدا، ولاعبتنا الحمد لله معنويا وفنيا موجودين بشكل كبير جدا جدا مع مستر كولر. اتمنى بس ان العصبيه اللي كان فيها مستر كولر المباراه اللي فاتت ودي كانت غريبه عليا شويه يعني ما تبقاش موجوده في الفتره اللي جايه، لانه الحقيقه هدوءه بيدينا كمان احنا ثقه. انا عارف ان هدوء بيديله امتيازات كبيره جوه الملعب، بيقرا كويس المنافس، بيعرف مصادر الخطوره ومصادر الضعف عند المنافس، لكن هدوء بيدينا احنا ثقه اكتر في ان النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يفوز في اي وقت. يعني طبعا هي في الاول والاخر مجرد مباراه، بس الظروف او مقدماتها بتقول انه مباراه لا تحتمل نتيجه غير الفوز. شايف ده ازاي في اوضه اللبس، وشايف دور الكباتن ايه؟ يعني انا كنت بتكلم كمان من ملاحظاتي انه حسيت شويه انه اللعيبه اللي بتتكلم في الملعب وقت انت عارف في سيناريوهات كده طبعا المدير الفني دوره ومكانته وصلاحياته ما فيش فيها محل نقاش، بس ده ما ينفيش ابدا انه في لعيبه كبار وقت السيناريوهات الصعبه اللي بتعدي عليك في الماتش بيبقى ليها دور. طبعا حسيته غاب شويه في ماتش الاخراني ده. هنا قبل ما الماتش الثاني او قبل ما ابدا موسم الدوري، شايف انه اللعيبه الكبار ليهم دور كبير جدا. اللعيبه اللي عندها الخبرات ليها دور مهم جدا في ال 48 ساعه اللي جايه، دول عددهم كبير داخل النادي الاهلي دلوقتي. يعني عندنا 7-8 لعيبه كبار، يعني طبعا كل لعيبه نجوم في النادي الاهلي، لكن انا بتكلم على اللعيبه اللي عندها خبرات وعندها كاركتر تحمل المسؤوليه او القياده. يعني وخد بالك ان في يعني اسماء حتى لو كانوا بيلعبوا في الاهلي قبل كده بس رحلوا وعادوا بيشتغلوا مع كولر لاول مره. صحيح. في اسماء راجعه من اصابه ممكن تخش في الحسابات ممكن لا، في اسماء انضمت جديده مش فاهمه او مش عارفه جوه اوضه اللبس بتاعت الاهلي او في المواقف بتاعت المواقف زي دي محتاج تعمل ايه بنعمل فيها ايه. فرضا جاي غريب علينا من المغرب، مودست جاي من بومز ليجا، امام نفس الحكايه. محتاجين يعرفوا ايه اللي بيحصل بالزبط. وده اللي انا بقول لك عليه ان دايما ده موجود. يعني الحقيقه غرفه ملابس النادي الاهلي دايما ليها دور ودور اساسي. وخلي بالك تصريحات كل الاجهزه الفنيه اللي تولت اداره فنيه النادي الاهلي بتعترف بده، ان اللاعبين الكبار وغرفه ملابس النادي الاهلي ليها دور كبير جدا جدا مع الجهاز الفني
في تكمله المشوار والنجاحات اللي بتحصل دي. يعني عايز اقول لك ان على مدار تاريخ النادي الاهلي وانا واحد عشت ده، لما كان بتحصل اي مشكله او دروب في اي مباراه او اي بطوله، يعني كنا بنتجمع دايما عند كابتن شوبير او كابتن علاء عبد الصادق او كابتن اسامه عرابي، يعني بعيدا حتى عن النادي، وانا بكلمك حتى بعيدا عن النادي، غرفه الملابس موجوده في اي مكان، منكم لنفسكم منكم لبعض يعني، وتجديد الدوافع مره تانية، ويعني ان لازم نشد ولازم نقوم ولازم ولازم. فده دور مهم جدا، وانا اعتقد ان الحقيقه على مدار الثلاث اربع سنين اللي فاتوا بكم هذه النجاحات، غرفه ملابس النادي الاهلي ليها دور كبير جدا جدا. طبعا الشناوي واسماء كتير، مش عايزه يعني حتى عبد المنعم وياسر ابراهيم وكهربا وقفشه والسليه طبعا، ويعني اسماء معلول كتير السنه اللي فاتت طبعا شفنا له طبعا يعني لقطات كتير طبعا جدا، فليهم دور كبير جدا جدا. وانا واثق ان لعبتنا ان شاء الله هتقدر في مباراه المصري انها تعود، ومش طبعا ما فيش حاجه اسمها لا بديل عن الفوز، لكن دي طموحاتنا كره قدم فيها كتير، لكن دايما هتعودنا ان لعبتنا رجاله بيأدوا بشكل مميز جدا بشكل رجولي جدا. النتيجه طبعا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن طبعا نتمنى الفوز كبدايه للدوري هذا الموسم، علشان يعني من البدايه ان شاء الله النادي الاهلي يضع قدم في التتويج بالبطوله. تتوقع او تتمنى تشوف تغيير على تشكيله الماتش الاخراني ولا انت مضطر؟ طبعا يعني كهربا مش موجود وحسين الشحات مش موجود، فانت مضطر على الاقل في تغييرتين هم انت مضطر ليهم عن المباراه اللي فاتت. اعتقد مودست هيكون له دور. اعتقد ايه رايك في صفقه مودست؟ اشوف يعني امكانياته كبيره جدا جدا. يعني انا كنت لسه بتكلم معاك رؤيتي كمهاجم، يعني تحركاته داخل منطقه ال 18 او داخل منطقه العمليات مميزه جدا، تمركزه لاحراز الاهداف رائع جدا جدا، جسمان قوي جدا، فايتر، هيدرز، محطه كبيره جدا للاجنحه اللي جايه من تحت. اتمنى بس ان شاء الله انه يكون جاهز بدنيا ان شاء الله عشان يقدر يؤدي مع النادي الاهلي. هي مرحله طبعا النادي الاهلي محتاج فيها مودست بشكل كبير، ان شاء الله ان شاء الله يقدر يؤدي الدور ده، لان انت محتاج حد بالامكانيات دي. أيوه. بامكانيات المهاجم الصريح ليه امكانيات معينه، واعتقد مستر كولر كان عنده كل الحق في انه يعني يتطلب امور معينه او صفات معينه في المهاجم اللي يتعاقد مع النادي الاهلي. ان شاء الله يكون له دور كبير جدا جدا في حسم بطولات كثيره ان شاء الله مع النادي الاهلي الموسم ده. اشرف انت يعني كويس انك كنت معايا النهارده، يعني كان دايما بيتقال انه وانا كنت الحقيقه دي قناعتي انا كمان شخصيا، انه الاهلي لما دعم السنه دي ركز بشكل كبير او طلبات كولر بشكل كبير جدا كان في تدعيم خط الهجوم وفي احتياجاتك، يعني خلينا احتياجاتك مش بس خط الهجوم يعني معاك في ده بس حتى احتياجاتك اللي جت كلها عندها قدرات هجوميه صحيح. اوضح بكثير جدا من قدرات الدفاعيه صحيح. فواضح انه الراجل كان يعني ده اللي هو شايف انه ناقصه او ده شايف ان هو محتاج، مش هقول ناقصه لان الحقيقه الاهلي هجوميه السنه اللي فاتت يعني ما اقدرش اقول ناقصه يعني بصراحه، يعني عندك الناحيه الهجوميه كهربا وكريستا وحسين الشحات هم هدافي بطوله دوري ابطال افريقيا، فما تقدرش يعني تقول الاهلي مثلا كان بيعاني هجوميا، لكن اقصد اقول هو كان محتاج يدعم ده عشان او على حد ما كان بيقول او على حد هو شخصيا قال انا حاسس انه احنا بنكسب وبنسجل بس المعدل اللي احنا بنسجله مقارنه بالفرص اللي احنا بنصنعها مش مرضي بالنسبه لي صحيح. فلكن السؤال بقى هنا، هل بتشوف انه الوفره دي دايما يقولوا الوفره بالنسبه للمدير الفني، وانت كنت مهاجم وعايز اسمع مش يعني عايز اسمع وجهه نظر المهاجم، هل شايف ان الوفره دي ممكن تبقى في البدايات على الاقل، لان يعني البدايات مهمه في بدايه المشوار اربع خمس ماتشات اللي جايين، مشكله عند مارسيل كولر بتهيأ لي انت كمهاجم بتبقى محتاج لغه التفاهم والانسجام مع اللي حواليك سواء الاطراف اللي معاك او صانع الالعاب اللي بيمرر لك على تبقى على اعلى درجه صحيح. ممكن جدا هنا حته الانسجام بالذات في النواحي الحته اللي قدام دي تبقى مفقوده. دي مشكله بالنسبه لكولر في اللي جاي. انا شايفها مشكله ومش مشكله، زي ما انت بتشك وعندك يقين كده مطمن. ايوه ليه مشكله ومش مشكله؟ يعني كل ما كان المدرب عنده وفره من اللاعبين ولكن عنده كم من البطولات يقدر يشارك فيه كل اللاعبين، دي نقطه مهمه، وده اللي خلى مستر كولر علاقته كويسه جدا وطيبه جدا بكل اللاعبين الموسم اللي فات. لانه كل الناس بتشارك، احنا تقريبا سكواد النادي الاهلي كله الموسم اللي فات كله موجود وكله بيشارك معاك. صح؟ اقطعك في الحته دي اتفضل وانا اكمل. لا لا يعني معك. يعني لو انا مثلا زي حد من الجمهور جه قال لك ايه، طب بص انا هقول لك على ثلاثه لعيبه انا ما عنديش شك في امكانياتهم، انا هحط رضا سليم في الناحيه اليمين واحط مثلا عبد القادر في الناحيه الشمال تمام، واحط انتوني مودست راس حرب ماشي،
التلاتة ككواليتي مفيش خلاف عليهم. صحيح. لكن التلاتة ما لعبوش مع بعض ولا مرة. ماشي. مفيش مشكلة ولا مش بالشكل مفيش انسجام بالشكل ده. هي دي المعادلة بقى المفترض إن مستر كولر يعالجها. لا. لأن المفترض إن يكون عندي ثنائيات وثلاثيات داخل الملعب، مين هيشارك؟ أنا عندي 6-7 بطولات الموسم ده. وعندي صحيح مش هيبقى عندي وقت كتير للتدريبات. أي. لأنه يعني تقريبا كل بين كل مباراة ومباراة يومين أو ثلاثة بالكتير، لكن في سيستم سيمترية بيشتغل عليها مثل كولر من فترات طويلة، في بطولات كتيرة 6-7 بطولات أقدر أشكل فيها وأحط النواحي الخططية والتكتيكية واللعيبة اللي هتنفذ ده بشكل كبير. مفترض إن مثل كولر هيكون عنده ثنائيات أو ثلاثيات بشكل كبير، مين يشتغل مع مين وافضل تشكيل ممكن يخوض بيه اهم المباريات او اهم البطولات، والباقي ممكن يشارك في البطولات الثانيه. شوف من زمان او زمان كان عندنا بطولتين تقريبا، دوري وكاس. بطوله افريقيا يعني ثالث بطوله خلاص، ما كانش في مجموعات كمان او ثلاثه، ما كانش في يعني. انا اقصد مثلا انا وانا موجود في النادي الاهلي احنا كان عندنا 4 فراوده تقال جدا جدا، وانا طالع من تحت. يعني كل فين وفين لما حد يشارك، بعيدا عن كابتن حسام حسن مثلا مره، كابتن حسام حسن كابتن رمضان، كابتن حسام وفيليكس، او كابتن ايمن شوقي وكابتن حسام، لو حد فينا قدر ياخد 10 دقائق يبقى يعني تمام جدا. تمام جدا. فهي الفكره انك عندك كم بطولات كتير، انت بتشارك النهارده في 6-7 بطولات في الموسم. مزبوط. وعندك مساحه كبيره جدا انك تشتغل مع مجموعه كبيره وسكواد هايل. انا عارف ان انت بتقول انه السكواد كبير وازاي هتقدر تعمل انسجام ما بين كل المجموعه اللي قدام، لان انت عندك على الاقل 12 تقريبا لاعب في الخط الهجومي ده ما بين اجنحه وفراوده. هتقدر تعمل الانسجام ده ازاي؟ لا تقدر ان شاء الله، لانه الكل بيشارك. ومستر كولر الحقيقه عودنا الموسم اللي فات انه ما فيش دكه بدلة، ما فيش حاجه اسمها بديل بره، في دايما لاعب اساسي. ودايما اللي بره موجود انه لاعب اساسي، هو حاسس بده. عشان كده شفت الموسم اللي فات انه مفيش حد واقع بدنيا، الكل جاهز بدنيا وذهنيا وفنيا. لما انا استغربت جدا ان كهربا بعد موسم سنه كامله قاعد بعيد هداف دوري ابطال افريقيا. أيوه. استغربت انه مثلا الناس اللي بترجع من الاصابات، يعني كريم فؤاد مثلا كان راجع من اصابه، اكرم توفيق كان راجع من اصابه ورجعوا بالمستوى ده. رامي ربيعه لو فاكر في فتره من فترات كان مصاب فتره طويله جدا ورجع كانه واحد من الاساسيين. فاعتقد ان مستر كولر ليه دور كبير جدا في التعامل النفسي والمعنوي مع اللاعبين عشان يقدروا يادوا بالشكل ده، لكن الانسجام اكيد هيبقى موجود نتيجه المشاركات في البطولات. هو السؤال الهدف منه مرحلي. ايه؟ انا عندي 4 ماتشات يبانوا انها ماتشات مش عايز اقول سهله، لكن خلينا نقول في المتناول. يعني لما الاهلي لعب في المصري في الدوري طبيعي ان الاهلي يكسب، لما الاهلي يلعب مع سان جورج ذهاب وعوده في دور تمهيدي في دوري الابطال طبيعي ان الاهلي يكسب على الورق. يعني مفيش حاجه مضمونه طبعا، يعني كل حاجه على الورق حاجه وفي الملعب حاجه ثانيه خالص. لما الاهلي يلعب مع امبي فقبل نهائي كاس مصر طبيعي برضو ان الاهلي يكسب. صح. لكن في النهايه الاربع ماتشات دول بالنسبه لي الفوارق طبعا اللي موجوده، انت بتتكلم على فوارق كبيره طبعا. انا بتكلم على يعني حسابيا على الورق، لو وقفت 10 اهلاويه قلت له الاهلي والمصري ايه؟ يقول لك الاهلي اكس. قلت له الاهلي وسان جورج هيقول لك الاهلي اكس. اهلي وام بي ايه؟ يعني باستثناء السيتي السنه دي هو الفريق الوحيد اللي لو قابلناه ممكن يقول لك في كلام، لكن واتحاد جده برضو في كلام. حلوه الثقه دي يا احمد، حلوه ثقه جمهور النادي الاهلي في لعيبته في جهازه. الاهلي عودنا على كده، يعني الاهلي عودنا انك انت ترفع سقف الطموحات لاعلى حد يعني. لكن بالنسبه للجمهور، لكن في النهايه بقول لك الاربع ماتشات دول يبانوا سهلين، لكن هم ماتشات صعبه طبعا، ماتشات صعبه جدا. مش خلاف. لكن الاهم بالنسبه لي انك مش معلش قبل ما تكمل السؤال فضل. هل كان في ترشيح ولا 1% لاتحاد العاصمه الجزائريه؟ نهائي لا. نهائي لا خبراء ولا جمهور ولا توقعات ولا اي حاجه. صحيح. لا. يعني انا بقول لك اول يوم بعد الماتش قلت اسهل بطوله او اسهل نهائي سوبر الاهلي خسر. فعشان كده بقول لك انه حاله اللاعبين والتركيز بتفرق كتير جدا. معاك. لكن في النهايه لا انا باصص بقى على المرحله دي، انه الاربع ماتشات دول هم اهم 4 ماتشات الاهلي يحضر فيهم وعايز يوصل فيهم فورم وعايز يوصل فيهم انسجام قبل ما تروح لسيمبا في مشواره في الكبير. ضرب النهار هيبدا معاك في السوبر ليج. صحيح.
معاك تماما، معاك تماما طبعا، لكن محتاجه تركيز كبير جدا، محتاجه ان الناس تركز على طريقه لعب مستر كولر. وانا شايف ان جماعيه لعب النادي الاهلي من اهم سمات مستر كولر مع النادي الاهلي. يعني شفنا جماعيه طريقه لعب النادي الاهلي في الجماعيه في الموسم اللي فات، وشفنا كم اللاعبين اللي احرزوا اهداف، مش بس كهربا او محمد شريف او المهاجم، احنا شفنا كم لاعبين من خط الدفاع حمدي فتحي، يعني هو تقريبا باستثناء الشناوي اعتقد اللي محرز اهداف مسجل. فاعتقد انه يعني الجماعيه دي بتفرق كتير جدا، وان شاء الله يكون يعني الكل ليه دور كبير ان شاء الله. ان شاء الله ماتش المصري يكون بدايه مشوار التتويج بالالقاب والبطولات مره ثانيه. بشكرك اشرف، نورت الدنيا. بشكرك جدا يا احمد، دايما كالعاده دايما سعيد بوجودي معاك. بشكرك، نورت الدنيا. بشكرك على وجودك معانا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. ارفع راسك فوق، انت اهلاوي، وان شاء الله باذن الله من بكره نتابع استعاده الفريق، رجوعه مره ثانيه للتمرين الاستعداد لماتش الثلاث امام المصري برج العرب الساعه 7 مساء. بشكركم مره ثانيه وتحياتي لكم.